نتوجه كحملة بالشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهود المقدرة التي تبذلها في سبيل إدارة هذا الاستحقاق الدستوري المهم طبقا للدستور والقانون، ونثق تمام الثقة في قدراتها الفنية والتنظيمية، كما نثق أكثر في استقلالها وحيادها ونزاهتها. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يستند المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في ترشحه إلى قاعدة شعبية عريضة نتجت لعشرات من العوامل، منها حمله لشرف الانتماء للعسكرية المصرية وموقفه التاريخي الشجاع الذي لا ينسى في 30 يونيو عندما تعرضت هوية البلاد لخطر الطمس والتشويه والتفكك، فانحازت القوات المسلحة المصرية لرغبة جموع المصريين وحفظت البلاد والعباد من تلك المهالك. لقد واجهت الدولة المصرية خطر الإرهاب، خطر الإرهاب البغيض بكل حزم وعزم وقوة، وبذلت فيه الغالي والنفيس من مال وعتاد ورجال، وبدأت في تأمين حدودها على جميع المحاور، فاستعادت الأمن والأمان، وانطلقت بعد استكمال بناء مؤسساتها الدستورية إلى تنمية شاملة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل من حيث الكم والكيف والنطاق الجغرافي. لقد اضطرت الدولة للعمل على جميع المحاور في وقت واحد لتعويض ما فاتها من وقت تم استهلاكه في أحداث واضطرابات ألمت بالبلاد، فعملت الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بإنجازات ليس هذا مقام ذكرها، ولم يتسع الوقت للإحاطة بها بأكملها، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا رؤية واضحة وإرادة سياسية صلبة تدرك التحديات والمخاطر وتعي الأهداف وتمتلك الوسائل والقدرات. والأمل كل الأمل في المستقبل الأفضل علشان نكمل حلمنا مع بعض. إذا كانوا يقولون أن للإنجاز قدرة كاملة على الإقناع، فنحن نرى ما تم إنجازه كشهود عيان وليس كمستمعين. فلقد أدركت الدولة المصرية بنظر ثاقب أن الحاجة إلى التشغيل وتلافي خطر البطالة وحتمية بناء بنية أساسية قوية من عوامل نجاح تجارب الدول. السيدات والسادة، إن الانتخاب حق، ومشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، والمرشح الرئاسي يدعو جميع المواطنين المصريين للاشتراك الإيجابي لاختيار الأصلح والأكفأ في الانتخابات الرئاسية التي نأمل ونحرص على أن تكون انتخابات تعددية تنافسية نظيفة تولد حياة سياسية مفعمة بالحياة والتجدد وتطابق المعايير الدولية في الأمم المتحضرة. لقد كان الحوار الوطني الذي أطلق على مدار عام ونصف على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، وما دارت فيه من مناقشات جادة ومعمقة عكست كل ألوان الطيف المصري، وما صدرت عنه من توصيات مبشرة في المرحلة الأولى كانت محل توافق واضح أفضل الأثر في تنشيط الحياة السياسية، وكونت لجنة لتحرك الأحزاب وتنشطها، وها نحن نرى نتيجة لذلك عددا من رؤساء الأحزاب الذين غادروا بالإعلان عن رغبتهم في الترشح لهذا المنصب الرفيع. وأود أن نتقدم كحملة بالتحية لكل راغبي الترشح، ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب، وندعوهم إلى الخوض بمر المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا. ونحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة
للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر وبالمصريين، فهذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. لذلك فقد وجه السيد المرشح أن تكون حملته حملة غير نمطية، تقوم في المقام الأول على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري بما يعيد ويقوي لحمة 30 يونيو، وسيعتمد ذلك على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، وأي شخص محب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءا من هذه الحملة. كما وجه المرشح الرئاسي بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون معاونة في صناعة القرار حال فوزه بإذن الله، بحيث تشكل من مجموعة من أساتذة الجامعات والمثقفين والخبراء في جميع المجالات. أما عن الإجراءات التنظيمية فسوف تتبع الحملة أفضل المعايير الانتخابية الممكنة، وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسوف تعمل على تطبيقها نصاً وروحاً. أيضاً أطلقت الحملة صفحة رسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي. كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم، ونستقبل في مقر حملتنا من نستطيع أن نستقبله، ونرحب أيضا بالأشقاء والأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على الصورة ورؤيتنا وخطتنا المستقبلية. وإذا كنا ندعو جميع المواطنين إلى المتابعة، فإننا ننتظر من وسائل الإعلام والصحافة التغطية المهنية والموضوعية والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية، وسوف نحرص من جانبنا على التواصل الفعال والمستمر مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصا على حق المواطن في المعرفة، وأرجو ألا نعتمد كثيرا على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أتعهد لكم كرئيس لهذه الحملة ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي عن الإجابة على أي استفسار بالنسبة للسادة الصحفيين والإعلاميين، كما أننا سنعلن بشكل دوري ومنتظم على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الحملة. وسوف تتخذ الحملة مقرات لها في عواصم المحافظات المختلفة سيتم الإعلان عنها، وترحب الحملة بكل جهد ومساهمة تقدمه لنا الأحزاب والجهات الشعبية والمحلية المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي. كما ستتيح الحملة للراغبين في الانضمام لهذه الحملة الرئاسية المشاركة عبر قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها على صفحتها الرسمية. وباختصار وبشكل إجمالي سوف تعمل الحملة على تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة من مختلف الجهات الشعبية والحزبية والسياسية الداعمة للحرص على الوصول إلى أفضل النتائج ولتجنب التداخل والتكرار. السيدات والسادة، لقد ألزمنا أنفسنا بالأخلاق القويمة، وندعو الجميع إلى الالتزام بها والعمل بالمعايير والضوابط التي تضمنها الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وأخيرا نود أن نؤكد بأوضح وأصرح عبارات ممكنة بإقامة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين نشاط المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، فلا تداخل ولا اختلاط بين الأمرين في جميع الوجوه وفي جميع المستويات. أشكر لحضراتكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.